السلام عليكم. إذن مرحبا بكم في التمرين رقم 15 من سلسلة تمارين الدالة الأسية. إذن التمرين يقول حل في إركاري النظمة الآتية. إذن لنحل النظمة، إذن عندنا واحد النظمة X و Y معرفان في إركاري. إذن النظمة تكافئ. إذن أول حاجة نحاول نبسط شي شوية ذاك الكتابة. إذن كنعرفوا بأن او إيكريك ناقص واحد راهي او إيكريك مضروبة في او ناقص واحد، أي واحد على او إيكريك. إذن النظمة الأولى أو المعادلة ديال النظمة الأولى أو المعادلة الأولى غترجع على هذا الشكل، هذا او إكس ناقص واحد على او إيكريك تساوي واحد. وهنا ممكن ندي هاد واحد على او ايكريك للطرف الثاني، غترجع او اكس تساوي واحد زائد او ايكريك على او. بالنسبه للطرف المعادله الثانيه غتبقى كما هي، جوج او اكس زائد او ايكريك تساوي 4 زائد او. اذا حنا حسبنا او اكس بدلاله او ايكريك، اذا شنو غادي ندير؟ غادي نجي للمعادله الثانيه ونعوض. إذا نعوض او اكس باش كنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي واحد زائد او ايكريك على او في المعادلة الثانية. إذا المعادلة تصبح على هذا الشكل، إذا جوج او اكس دونك غادي نعوضها هي جوج في واحد زائد او ايكريك على او زائد او ايكريك تساوي 4 زائد او. اذا لقينا معادله تحتوي على مجهول واحد فقط، اذا يمكن لي دابا نلقى هذا المجهول هذا اللي هو ايكريك. اذا هنا غادي نحاولوا نديروا النشر، جوج في واحد راه هي جوج، جوج مضروبه في او ايكريك على جوج هي زائد جوج على او او ايكريك زائد او ايكريك تساوي 4 زائد او. إذن تكافئ. إذن هنا كنعملو بأو إيكريك، كيبقى عندنا جوج على أو زائد هنا غيبقى واحد، دوك هاد جوج غندوها للطرف الثاني غترجع ناقص جوج. إذن 4 ناقص جوج هي جوج زائد أو. إذن هنا يمكن لي واحد المقامات، إذن أو إيكريك، إذا المقام واحد هنا هو او، يعني جوج زائد او على او تساوي جوج زائد او. إذا او ايكريك تساوي ماذا؟ إذا هنا هذا العدد هذا اللي هو جوج زائد او على او غنديه للطرف الثاني. إذا مادام عندنا جدا يعني غنضرب في المقلوب ديالو. إذا جوج زائد او مضروبة في ماذا؟ المقلوب ديال هذا العدد هو او على جوج زائد او. إذا عندنا واحد العدد هنا غنختزلو به اللي هو جوج زائد او، إذا كيبقى لنا إيكريك كتساوي لنا او، أي أن إيكريك كتساوي واحد. إذا يمكن لي دابا نلقى إكس بكل سهولة. إذا غنمشي لهاد المعادلة هذه وغادي نعوض إيكريك أو لا او إيكريك بأو. إذا او إكس تساوي واحد زائد، إذا عندنا هنا او ايكريك اللي كتساوي لنا هي او على او، إذا هي واحد زائد واحد أي تساوي اثنان، وبالتالي اكس تساوي الالين ديال جوج. إذا لقينا اكس ولقينا ايكريك، وبالتالي اس تساوي الزوج الين جوج واحد.